Dr. Hilmi will give us a lecture about vera-compliant beyond type of hyperglycemic control. أشكرك يا أستاذي في تعديل بسيط في التايتل بس holistic approach in the management of type 2 diabetes. يبدو ترم غريب شوي. holistic approach. قبل ما نعرف يعني holistic approach بحب أشكركم على الصمود. اليوم طويل لكن سنة المحترم يقعد يسمع علم حضراتكم من أفضل الناس. أشكر أساتذتي على التقديمة الجميلة. أشكر نوفو نورديسك في انفايتنج مي فور ذيس سيمبوزيوم. إيه الموضوع بقى هوليستيك أبروتش؟ وي آر جوينج تو كفر ذيس فايف topics. الدايبيتس مانجمنت شود بي جلوكوسنتريك ولا هوليستيك ابروتش. هنوصل يعني هوليستيك دلوقتي. الباثوفيسيولوجي اوف تايب 2 ايه علاقته بالثيرابي؟ هاو تو ابلاي ذا باثوفيسيولوجي تو تريتمنت. ايه موضوع الكريتيف افكت دي فروم كلينيشنز بيرسبكتيفز؟ ثم فوكسنج اون ليرا كومبلايت افكاسي اند كارديوفاسكولار بنفيتس اند تو ستارت وذ the diabetes management, glucose-centric or holistic approach. We all know that diabetes is a disease of chronic complications wherein the most common cause of visual loss is sugar. The most common cause of end-stage renal disease is still sugar. The most common cause of amputation is sugar as well. لكن انا هشاور على حاجه ثانيه خالص هنا، ان اكثر حاجه بتخلي العيان الدايبيتك يموت هي الكارديوفاسكولار ديزيز. تلتين اتليست تلتين الدايبيتك بيشنتس دو داي دي تو كارديوفاسكولار ايفنت. وكلنا نعلم ان the higher the A1C the more likely the patient can get vascular complications of diabetes. كل ما السكر كان عالي هيجيله vascular complications اكتر، whether microvascular retina kidney and foot or macrovascular cerebral and coronary. اليو كي بي دي اس قالت لنا ان لكل 1% reduction of A1C، لو نزلت 1% في A1C بتقلل المايكروفاسكولار complications بارقام very impressive، 37% microvascular disease. ولكن الماكروفاسكولار ديزيز الكروناري ما كانش فيه significant reduction في اليو كي تي بي اس لما عمل تايتر جلايسيميك كنترول. جاء بعد كده ثلاثة ترايلز متزامنة اكورد ادفانس فاليد، وكان الهدف من هذه الدراسات تو انسر ذا كويستشن. كان باي تايت جلايسيميك كنترول لما بنزل بالاي 1 سي لقيت 6.5%، هل ده هيقلل الكارديوفاسكولار ديزيز؟ وكانت الاجابه از ا بيج نو. يمكن يكون ان الانترفنشن في الاستاديز دي كان تو ليت. المرضى والبيشنتس انفولفد ان ذيس ستاديز كانوا اوريدي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز. لكن if you want to prevent macrovascular disease you need to start early perhaps in pre-diabetic stage. وما أصعب هذا إنك تبتدي الانترفنشن بدري جدا 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 قبل ما الواحد يجيله سكر. And according to the accord اللغز الكبير الناس اللي ماتت لما عملنا hypoglycemic control maybe hypoglycemia is an issue. لكن في جميع الأحوال you need to avoid hypos when you treat your diabetic patients. Again, in the UKPDS, can be significant reduction ahead of microvascular complications, like not significant reduction of macrovascular complications, however. In the follow-up of UKPDS, بعد 10 سنين من انتهاء UKPDS, can be significant reduction of macrovascular disease. وبالتالي هنا في ترم ابتدى يتعرف اللي هو ميتابوليك ميموري، ذاكرة ضبط السكر.
دي معناها ان early glycemic control from the day of diagnosis of diabetes and even before diagnosis of diabetes in pre-diabetic stage. لما اعمل good glycemic control, this will be remembered by the heart, the eye, and the kidney for decades. ذاكرة ضبط السكر. ان انا لو جالي سكر وظبطته from very early stage بعد 20 سنة و 30 سنة هيبقى فيه cardiovascular benefits واضحة. ايه الموضوع يطول الحديث؟ لكن ببساطة شديدة لما بيحصل hyperglycemia from early in diabetes بيحصل glycation للميتوكوندريا بالميتوكوندريا proteins. لما يحصل glycation للميتوكوندريا proteins ده بيinduce oxidative stress بتطلع super oxide anions. حتى لو ظبطت السكر بعد كده في السنوات اللاحقة هيفضل يحصل over production of this super oxide and oxidative stress. بمعنى ان the pathway of complications will continue, will remain activated حتى لو ظبطت السكر بعد سنوات من حدوث الكارديوفاسكولار ديزيز. ميتابوليك ميموريز ذاكرة ظبط السكر. دي جلوكوسنتريك ثيوري ان انا اظبط السكر هنزل بالاي 1 سي واشوف ايه اللي هيحصل في الكارديوفاسكولار ديزيز. نيجي بالهوليستيك ابروتش. هوليستيك جامد هول يعني نظره كليه الى ظبط السكر. هوليستيك ابروتش يعني الموضوع مش بس جلايسيميك كنترول لكن لازم اعمل بلاد بريشر كنترول مانج تو ديسليبيديميا maybe antiplatelets, not to forget lifestyle modification. Multifactorial approach. If you want to decrease cardiovascular disease in your diabetic patient, you need to look at all aspects related to the disease, not only blood glucose. وعلشان كده فيما يعرف بالvascular protection checklists. يعني انا لو عايز افتكر ايه holistic approach هفتكر A, B, C, D, E. It's as easy as A, not easy to apply, easy to remember me. A, B, C, D, E. A for A1C, يعني glycemic control. B for blood pressure control. C for cholesterol, meaning to manage dyslipidemia. D for certain drugs, cardioprotective drugs. Well established that A's for R, statin, aspirin, وعليها debate, these ASA are cardioprotective drugs, and E for exercise. So if you remember this checklist for your patients, A, B, C, D, E, you might be able to decrease cardiovascular risk of the patient's holistic approach. Let's move to the pathophysiology of type 2 diabetes. ومش حاطين عليكم فيه. البلد جلوكوز بيعلى من type 2 diabetes نتيجة حاجات كتير. Insulin resistance يعني decrease glucose uptake. Overproduction of glucagon from alpha cells. Decreased insulin secretion. Increased lipolysis. Neurotransmitter dysfunction, role of brain in the pathogenesis of type 2 is getting more focused nowadays. Increased glucose reabsorption from the kidney, role of GIT, whether the incretin effect or absorption of glucose, and increased hepatic glucose production. وهذا ما يعرف بالominous octet. Too many الشرف في pathogenesis of type 2 diabetes. لو انا عايز to give a treatment for type 2 diabetes and see the therapeutic implications the ominous of that diet, هفكر ادي insulin sensitizers, metformin او TCDs عشان الانسولين ريزيستنس وعشان increase hepatic glucose production. هفكر ادي sulfonylureas عشان ازود الانسولين secretion في البنكرياس. هفكر ادي SGLT two inhibitors, the new class of oral anti-diabetic drugs, علشان تتاكل the kidney. لكن لو انا اديت DPP4 inhibitors,
انا اشتغلت على الانسولين سيكريشن على الجلوكاجون سيكريشن وعلى الهيماتيك جلوكوز برودكشن. لو اديت جي ال تي 1 اجونست اي ام كفرينج اكتر اسبيكتس ممكنه in the management here, you are covering the pancreas, both insulin secretion and the glucagon secretion. You are covering the brain dysfunction and the neurotransmitter defects, decreasing the hepatic glucose production, وبتشتغل على GIT. So you are tackling several aspects in the pathogenesis of type 2 diabetes by GLP-1 agonists. مكانها فين في الجايدلاينز؟ In type 2 diabetes, definitely, كلمة البداية هي metformin. يعني, from the day of diagnosis of type 2, you give the patient lifestyle management and metformin. ولكن, لو ما تظبطش السكر بالmetformin, وغالبا مش هتظبط السكر بالmetformin monotherapy, you need to go for the second stage, dual therapy. One of the options here is to add GLP-1 agonist to metformin. If not, going from dual therapy to triple therapy, if you are not with GLP-1 agonist, the second stage, it's an option to add it to the dual therapy. أيًا كان ما عدا لو DPP-4 inhibitor. ما أقدرش combine both two incretinic therapies. ما أقدرش add DPP-4 inhibitor with GLP-1 agonist. Otherwise, you can add GLP-1 agonist to your dual therapy. And finally, with insulin. The new trend of giving basal insulin with GLP-1 agonists is now getting more attention. Again, الفكرة ده شفناها من شوية. لما اجي ابتدي انسولين كعامل عنده type 2 diabetes, basal insulin هو كلمة السر. ببتدي basal insulin مع الاورال ثيرابي. ما تظبطش السكر, you can intensify insulin by basal plus or premixing, or you can simply add GLP-1 agonists. So one of the options here, with less hypoglycemia, with good effect on body weight, and better convenience for the patient if you are giving the two drugs in one shot, maybe adding GLP-1 agonists with basal insulin in type 2 diabetic patients. What it tell you? The pathogenesis of type 2 diabetes fits many aspects. If you are thinking of incretin therapies or GLP-1 agonists, you are covering an أقل خمسة aspects in the domain. Well, نركز أكثر على incretin effect. إيه المقصود بالincretin effect? Simply, لو أنت أخذت glucose intravenous وأخذت نفس amount of glucose oral, هتلاقي الانسولين سكريشن اكتر مع الاورال جلوكوز انجشن. يعني اخدت 50 جرام جلوكوز اي بي واخدت 50 جرام اورال, هتلاقي الانسولين ريليز مع الاورال جلوكوز اكتر. ليه؟ لما بناخد جلوكوز, لما ناخد كربوهيدرات افتر انجشن, هيرجع من الجي اي تي انكريتين, اهمهم الجي ال بي 1. الجي ال بي 1 هيروح للبنكرياس, هيتعامل مع الالفا سيلز والبيتا سيلز. فور بيتا سيلز هيعمل جلوكوز ديبندنت انسولين سكريشن, وفور الفا سيلز هينهبت الجلوكاجون سكريشن. ده موضوع الانكريتيف افكت. ان انا لما باكل الانسولين بيطلع اكتر مما لو خدت اي بي جلوكوز. المشكله ان في التايب 2 دايابيتس الريليز اوف جي ال بي 1 از ديمينيشد. ده الهيلثي ريليز اوف GLP-1, that incretin effects في الهيلثي هنا في الدايابيتكس. ليه؟ لأن GLP-1 قليل in type 2 diabetes. وبالتالي, this is the healthy GLP-1 secretion هنا in diabetics. ففي studies, if you are infusing GLP-1, يعطيك GLP-1 infusion, this can normalize insulin release. And you can compare the normal insulin secretion here to non-diabetics with the diabetic patients after GLP-1 infusion. And that will increase glucagon with the increase of insulin, the end results will be
getting glycemic control. Then mechanism of action, and if it's type 2 diabetes, the incretin effect is weight is diminished, GLP-1 قليل. In experimental environments, لو عطيت GLP-1 infusion, you can normalize secretion of insulin. طيب تعالوا نشوف كده cellular overview. دي البيتا سيلز وقال GLP-1، GLP-1 بينتراكت مع GLP-1 ريسبتور وده هيعمل جلوكوز ديبندنت ريليز اوف انسولين. ده النورمال في النون دايابيتكس. نيجي في تايب 2 دايابيتس، GLP-1 قليل diminished، وبالتالي as you would expect less insulin will be released لان الانكريتد اقل، GLP-1 اقل. طيب GLP-1 بقى القليل ده في انزيم اسمه TPP4 بيعمل له ايه اكتيفيشن. يبقى انا GLP-1 قليل وفي انزيم ريزن بيعمل لي كمان ايه اكتيفيشن. عشان كده فكره ان انا ادي TPP4 انهبيتور وين انهبيت ذيس انزيم ده هيحافظ على GLP-1 اللي موجود لكنه برضه قليل. هقولها تاني، GLP-1 level is diminished with type 2 diabetes. لو اديت TPP4 inhibitor انت حافظت على الشويه القليلين لكن هم لسه قليلين. ومن هنا جاء الراشونال of GLP-1 agonist. GLP-1 agonist can interact مع GLP-1 receptors and this is additive to endogenous GLP-1 effect وبالتالي بينورماليزي الانسولين سيكريشن. دي قصه GLP-1 agonist from clinical perspectives. Let's focus on liraglutide. بعيدا عن السيل ليفل، بعيدا عن الراشونال، نشوف الايفيدنس. هل في كلينيكال ايفيدنس ان الكلام اللي بنقوله دوت حقيقي؟ You have several trials. وما تقلقوش مش هقول كل الاستاتيز دي. انا هركز هنا على الاستاتيز اللي بتقارن GLP-1 agonist بالDPP-4 inhibitors. Both are incretin therapies. هل في فرق بينهم؟ Let's go to efficacy. This is to compare A1C reduction بالليراكروتايد GLP-1 agonist مع سيتاجلبتين، one of the standard DPP-4 inhibitors. And as you see in the A1C reduction مع الليراكروتايد both doses أكثر بكثير significantly عن السيتاجلبتين effect on A1C reduction. Whatever the baseline you are starting from in A1C, as low as 7.5 and as high as after 9, you can see consistently more reduction of A1C مع liraglutide compared to sitagliptin, whatever the baseline A1C you are starting from. More patients are getting the ADA targets of A1C less than 7% with the liraglutide compared to sitagliptin, almost double that attained by sitagliptin. الهايبوغليسيميا واحد، الاثنين عندهم very low rate of hypoglycemia. So in this point they are equal. لكن ده الإفكت على البادي ويت، على الوزن. هتلاقي more or less neutral effect of DPP-4 inhibitor with weight reducing effect of GLP-1 agonist in this study, liraglutide. قد إيه عيانين got the target وصلوا للـ A1C target ولكن هنا مشروط بإن أنا وصلت للـ A1C أقل من 7 without weight gain without hypoglycemia. الـ two nightmares when you are trying to get the A1C lower أنت في مخك حاجتين الـ hypoglycemia والوزن بتاع المريض. هنا قد إيه عيانين وصلوا للـ target من غير كابوسين دول هتلاقي much more significantly high percentage of patients 40% مع الدوز 1.8 32% مع 1.2 compared مثلا ب 15% مع الدرجين
11% مع سيتا كابتن، 5-6-8% مع اس يو وليد تجاوز. فواضح ان هنا افريكاسي وايز سيفتي وايز ار بوث اتيند ان ذيس كلاس اوف انتي دايابيتيك دراجز. فاينلي اي انتي دايابيتيك دراج دلوقتي بيطلب منه كارديو واسكولار سيفتي، لازم يعمل ستادي ليبرك ساحته من ان هو بيزود الكارديو واسكولار ريسك بعد حادثه الروزي بالتزون، وموضوع انكريست هوسبيتاليزيشن فور هارت فيلير سيفور اوف ساكسكلابتين. لازم اي انتي دايابيتيك دراج دلوقتي يبرك ساحته عن طريق كلينيكال ترايل، راندومايزد كلينيكال ترايل في موضوع الكارديو واسكولار سيفتي. ايه اللي حصل مع الليرابلوتايد؟ ليدر ستادي، والليدر ستادي من ستادز القلائل اللي غيرت الجايد لاينز في الدايابيتس زي ما هقول دلوقتي. سيمبلي ان انا واخد حوالي 9000 وشويه مريض تايب 2 دايابيتك بيشنتس، يا اما عندهم كارديو فاسكولار ديزيز يا اما ات هاي ريسك اوف كارديو فاسكولار ديزيز، يعني واخد حالات تايب 2 عندهم كارديو فاسكولار او عندهم فيري هاي بروبابيلتي to get cardiovascular events and randomized مع الستاندرد اوف كير، يا اما ياخد ليرابلوتايد versus placebo and to be followed for up to 5 years. تاني عيانين تايب 2 diabetes at high cardiovascular risk او عندهم already cardiovascular risk randomized to add ليرابلوتايد versus placebo and to be followed for 5 years. وهذا ما حدث. significant reduction of primary composite outcome، يعني ايه؟ يعني cardiovascular death MI stroke by 13% significant. اذا ان انا كمولكيول اوف ليرابلوتايد انا مش بس سيف فور cardiovascular perspectives، ده هنا في cardiovascular benefits. التفاصيل ان الكارديوفاسكولار death قل 22% ليرابلوتايد، MI 12%، stroke 11%، all cause death 15%، and hospitalization for heart failure the night near after saver كانت 13% less with liraglutide. وكان ال conclusion هنا after leader in patients with type 2 diabetes with high cardiovascular risk profile liraglutide treated patients عندهم lower rate of cardiovascular events and lower all-cause mortality. ومن هنا after leader الجايدلاينز غيرت. You can see here in Canadian Diabetes Association guidelines November 2016 in patient with type 2 diabetes and the cardiovascular disease, anti-diabetic agent with cardiovascular benefit should be added to reduce cardiovascular risk, namely liraglutide or empagliflozin. Empagliflozin, one of the SGLT2 inhibitors, after indirect, ودي واحد one of the studies of القلائل اللي غيرت ال guidelines, empagliflozin and leader. وبعدين ال ATA 2017, and you can see here that again in patients with type 2 diabetes with established atherosclerotic cardiovascular disease, adding empagliflozin or liraglutide is recommended to reduce cardiovascular mortality. ففكركم ان العينين عندهم type 2 diabetes معظمهم بيموت بكارديوفاسكولار ديزيز، وبفكركم وافكر نفسي بالتشيك ليست وهوليستيك ابروتش اوف مانجمنت اوف type 2 diabetes زي A, B, C, D, E. دي كانت دراجز ايس ار اس فور ستاتين اي فور اسبرين. اي وود اد هير L for liraglutide and E for empagliflozin if you want to decrease really the cardiovascular risk of your diabetic patients. Thank you very much for your attention. شكرا يا استاذ. بس انا بقى يعني بعد المحاضره السمينه دي في الانفانتين مش سمينه قوي يعني. هي رشيقه. عندي كده هاجس في حاجه في الدايبيتس عشان الروف كارديو فاسكولار او الكم، حاجه اسمها برايمري بريفكشن، حاجه اسمها سكند بريفكشن.
كل الدرامز الجديدة أو المودرن سيرابي سواء السوديوم جلوكوز أو الجي ال بي 6 الآن من 18 شهور كل الإنجليزي نتايج ما جابش بنفيت ولا الإكس اللي جاب بنفيت البنفيت ما زال في ملعب اللايبر في البرايمر بريفنشن ما فيش ولا دراج من دول أثبت كفاءة في البرايمر بريفنشن طب ليه المودرن سيرابي بتحسن السكند بريفنشن وما بتحسنش البرايمر بينما اليو كي بي دي اس which is primary prevention اللي هم كانوا دراج نايف قعدوا 10 سنين كانوا بياخدوا اس يو كانوا بياخدوا ميتفورمين بعد 10 سنين من الدراسه المختلف وكانوا دراسته ديزيز قالوا التفسير ايه؟ انت جميل يا عوض سؤالك جميل ليه ما فيش ستاتس ريسنتلي قالت ان في primary prevention of cardiovascular disease by these drugs لان ما فيش ستاتس عملت فور برايمري بريفنشن فور ديز دراجز في بعض الستاديز وما جابتش اجمل بس يا عوض مفيش ريسنت ستاتس دخلت فيه عنده برايمري بريفنشن لسبب بسيط جدا انك لازم تعمل فولو اب 20 30 سنه لو انت عايز تشوف البرايمري بريفنشن دي نمره واحد نمره اثنين ليه اليو بي بي تي اس كانت بوزيتيف هي ما كانتش بوزيتيف ات ذات تايم لكن بعد 10 سنين من انتهائها كانت بوزيتيف بحكي معاك الميتابوليك ميموري يعني انك ذاكره ضبط السكر في السكر من الحاجات اللي ما فيهاش مغفره اعتذر عن اللفظ يعني العيان لو ما حصلوش قلت له سيب كنترول ايرلي ذا ديزيز ليتر اون مش موافق انت تعرض ليتر اون جيتنج ذا بيشنت ذس فيري جود بس سيب كنترول تايت سيب كنترول مايت بي ايفن هازاردس يبقى انت متفق معايا ان ذيس اماتر جلايسيميك كنترول وات ايفر ذا موداليتيز تمام 100% 100% انا دايما متفق معاك اشكركم واشوفكم في الخير ان شاء الله